كنا فريق الاول فريق مسرح اسمه صناع السعاده. فحضرتك لما المسرح اتوقف ايام فتره كورونا كان في زميله لينا اسمها دينا مجدي كانت بتحب الرسم فحاولنا نساعدها انها تحقق حلمها فساعدناها ان احنا نرسم معاها ونحقق لها حلمها. اشتركت مع صحابي هنا في رسم الجداريات، كنا بنساعد دينا في انها تسيب بصمتها في الكليه قبل ما تتخرج. كان من اهم المشروعات اللي نفسها تنفذها قبل ما تتخرج في انها تسيب بصمتها هنا في الكليه، فحاولنا على قد ما نقدر نسيب لها بصمتها ونساعدها فيها. عملت مشروع تربيه بالالوان. المشروع ده كان عباره عن رسم جداريات الوان على مستوى الكليه كلها. اشترك في رسم كل الجداريات كاست صناع السعاده، هو كاست مسرح واحنا اصحاب عموما يعني. فعشان كده لما خلصنا المسرح، لما المسرح توقف بسبب الكورونا، اتجهنا ان احنا نعمل الجداريات دي ونسيب بصمتنا في الكليه.